اصعب زوج جالك وشفت ان هو مثل سيء جدا للازواج؟ أصعب زوج جالي كان حد مريض نفسيا. عمل ايه بقى؟ احكي لنا. على فكرة المشكلة ان عارفة ما بيبقوا هم مش عارفين ان هم مريضين نفسيا، مفيش يعني الشخص ده بيبقى مش عارف فعلا. أيوة. بس بيبقى فعلا تصرفاته مفيش حد غريبة. يعني المريض النفسي مش عارف ان هو مريض نفسي. ف كان مريض نفسي ازاي؟ بيعمل ايه فعلا؟ يعني كان عنده كتير من الغيرة، كان صليت اللسان، كان شخص متحكم جدا، يعني حاجات بقى من دي كتير نرجسي. يعني. ومراته كانت مستحملة. جدا مرات. هي اللي طلبت نرجسي. الطلاق ولا هو اللي طلب؟ لا، هي نفتت بجلدها. يعني دي برضو من الناس اللي انت بتنصحها. انت قلت ما أنا بنصحش حد، أنا بس في ناس يعني هو ممكن لو كملت معي موتها مثلا. ممكن يجلطها، بلاش يموتها يعني. يجيب لها امراض الدنيا. مش لازم يضربها بالنار، لكن ممكن يجلطها، ممكن يمرضها فعلا. دي حقيقه يعني. بعدين يعني هي الفكره كلها ان احنا بس نوصل للغه حوار، احنا بس نتكلم. انا ما اقدرش انصح، انا كمأذون ما اقدرش انصح حد ان هو اتطلق. لكن طول ما الانسان بيسال اكمل ولا ما اكملش، بقول له كمل. يبقى في امل. ليه؟ لان في رصيد. يعني ما فيش واحده كده جيت قلت لها قومي يا بنتي يلا اتطلقي. لا، ما انتيش قاعده. تعالي انا هاخدك معايا دلوقتي. لا، وانا نازل. مستحيل. لكن ولي الامر، ولي امرها يقدر برضو. انا ضد ان ولي الامر يختار لها امر الطلاق. لكن لو لقاها عزمت على امر الطلاق وهو شايف ان ده في مصلحه، يدعمها. لكن طول ما هي بتسال، حتى لو بتسال ولي امرها، حتى لو بتسال ابوها، حتى لو بتسال اخوها، طالما بتسأل أكمل ولا ما أكملش، كملي. ليه؟ لأنها لسه عندها رصيد، لأنها لسه تقدر تكمل. لسه ما ماتتش. بالظبط. لسه قادرة. لا، لسه ما جاتلهاش جلطة. لسه قادرة تكمل. لكن هي لما تيجي تقول له أنا مش عايزة أكمل، وهو شايف ان هي ما ينفعش تكمل، ممكن يسبورت القرار ده جدا يعني. طب زي أستاذ محمد ممي سألتك على أصعب راجل، عايزين نعرف برضو أصعب ست. أصعب حاجة ممكن تعملها ست هي الخيانة. وللاسف احنا يعني شفنا كان في طلاقات كده بسبب كده. كان في. بس ما فيش راجل بيسامح على الخيانه. الطابع الشرقي وال صعب. بس الست بتسامح عادي. الست بتسامح. على فكره انا دايما بقول يعني ان الحياه الزوجيه نجاحها عند الست. هي دي مسؤوليه والله. انا مش برمي عليها الجزء الاكبر يعني. بس هي فعلا قادره تنجح الحياه الزوجيه. ليه؟ عشان بتستحمل أكتر؟ عشان هي بتستحمل أكتر. تصبر عشان هي أكتر؟ معطاءة أكتر. عشان هي عاطفية أكتر. ودايما بقول إن الست دورها في البيت أكبر من الراجل بس بكتير. على فكرة يا مي هي أذكى. هي تقدر تسيستم البيت، يعني هي تقدر تاخد اللي هي عايزاه ومفهماه إن هو ده قراراته. يعني الست أذكى. أنا بحس كده. فأنت طبعًا بتقول نجاح البيت من الست. من الست. لا سيما بقى كمان الست كمان لما تكون بتشتغل. فهي بتبقى يعني بتتعب في البيت أكتر، وبتتعب أوفرول أكتر. يعني هي بتشتغل، أنت بتشتغل، يعني خلاص الاتنين بيشتغلوا. طب هي بقى بترجع تعمل الأكل، تذاكر الأولاد، حضر لك لبسك، حضر لك. يعني فعلاً لو الراجل قدر قد إيه الست بتتعب، والست قدرت الراجل قد إيه بيتعب، وما دخلوش مع بعض في مقارنة مين بيتعب اكتر. على فكره انا ممكن وانا بكلمك دلوقتي معترف تماما ان مراتي بتتعب اكتر مني بكتير. ده تصريح قوي جدا على فكره. دي حقيقه. دي حقيقه والله. انا بدي مثال، لكن دي حقيقه اكتر مني بكتير. يعني انا لما باعيه بقوم شادد عليا الغطا وهي تعمل لي المشروب بتاعي وانام. بتعملوه ده لما بتعي يا جماعه. لكن هي لما بتعيه بتقوم تعمل كل الحاجات اللي عليها. لا، وبتستحمل غيابك كتير، سفرك في شغلك، يعني ممكن تبقى وحشها بس مش قادره تقول لك تعالى، لان عارفه. وبتستحمل نزولي كمان، ان اتبسط، ان اقابل اصدقائي، بتديني المساحه بتاعتي، كل الكلام ده. فالست تتعب اكتر. لكن انا بس كنت عايز اكمل الجزء. لو انا وهي بقى، رغم ان انا معترف انها بتتعب اكتر، لو انا وهي دخلنا في جدال مين بيتعب اكتر، ساعتها هنا انا هتظهر. هقول لها لا انا بتعب اكتر، تقول لي لا انا بتعب اكتر، ونخش في منطقه مش هتجيب كلام ايجابي. مش هجيب نتائج ايجابيه. طبعا. انا اكون عارف ده ومعترف بيه، وهي تبقى عارفه ان انا بتعب
ومعترفه بده، مش لازم نخش مع بعض في جدال مين فينا بيتعب اكتر. لان لو دخلنا في الحته دي كل واحد الانا بتاعته هتظهر، والكلام ده مش هيبقى ايجابي خالص. يعني احنا بناخدها بتهريج، نقول له ايه يلا بقى اتصلبط بقى عشان ده عيان قوي بقى. لو بتهريج تعدي يعني. يا استاذ محمد، اخيرا كده عايز اعرف منك اطرف قصه قصيره جدا لاتنين اتجوزوا، اتنين مثلا كبار قوي في السن مثلا، هو ده موجود حاجه كده؟ هو ده موجود يعني كتير في ناس كبيره بتتجوز. واحد حد متولي مثلا متجوز اربعه وانت جوزته الاربعه، عايزين قصه كده تبقى ترند. عندنا في وثيقه الزواج يبقى في تحت كده عدد الزوجات، يعني واحد اثنين ثلاثه، يعني صاحبه القسيمه دي الزوجه، وفي بقى ثلاثه، واحد اثنين ثلاثه. ففي مره كنت بكتب لواحد كاتب الكتاب، فمكتوب الزوجه الاولى اسمها والاختار اللي نبعت عليه، الزوجه الثانيه اسمها والاختار والثالثه اسمها والاختار نبعت عليه، فشكل القسيمه كده عارفه حاجه كده منوره كده، شكلها يخض كده بس عارفه اول ما شفته كده كنت دي عامله زي الشهاده اللي كلها كح. اللي هو انت ايه ده، انت اول مره اشوف حاجه كده في حياتي يعني. كانت حاجه كوميديه بجد. بنشكرك، والنهارده فعلا وجهت رسائل غاليه جدا جدا للزوج والزوجه والمقبلين على الزواج، وكمان الاهل بجد استفدنا من خبرتك النهارده الكبيره، ويا رب يكون لينا برضو سلسله فقرات متنوعه معاك نتكلم فيها اكتر واكتر، ونحاول ان احنا كل مره بجد نهدي الدنيا ونهدي الجو ونهدي البيوت المصريه، لان البيوت المصريه تستاهل ان هي تكمل، تستاهل ان هي تعمر. الست المصريه القويه الجدعه دي ما تجيش تيأسي وتستسلمي عند اسهل موقف وتقولي انا عايزه اتطلق، لا احنا بنكمل، احنا جدعان قوي، احنا جامدين قوي، احنا نعرف ازاي نسيطر على المواقف ونكمل. استاذ محمد بنشكرك جدا، انا اللي سعيد. نورتني يا استاذ محمد، والحاجه الجميله قوي اللي تبرز كل ده الثواب اكيد اللي انت بتاخده لما بتنصح ناس ان هي ما تتطلقش، او الفيديوهات النصايح اللي انت بتقدمها. نورتني يا استاذ محمد، انا اللي كنت سعيد بوجودي معاكم، وان شاء الله يكون لنا حلقات ثانيه باذن الله. اشكركم جدا. مشاهدينا خلصت حلقتنا، وباذن الله نشوفكم على خير الحد الجاي باذن الله. وانت Bye-bye.